شكرا. يا اهلا يا صباح الخير. صباحك يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. اهلا. سامع الخناقه طبعا اللي احنا بنتخانقها، مين هيعمل ايه ومين هيطبخ ايه، فلازم استشاره حضرتك هتبقى الحكم بقى ساعتها، تقعد تدوق معنا المقلوبه والمسخن وانت تعملي المنسف والحصص. اذا لاحظتوا ان احنا العرب دايما معروفين بتعدد انواع الطبخ، والطبخ العربي اللي دايما غير فعلا، يمكن نطلع برا ما بتحس بنفس السر اللي بنحس فيه هون بالوطن العربي. خبرنا شوي عن سر الطبخ العربي. مساحة الوطن العربي الكبيرة بتغطي يعني تنوع كبير جغرافي ومجتمعات مختلفة، فهذا بالتالي أدى إلى تنوع الأكل. فإذا على مستوى مثلا المطبخ اللبناني اللي هو مطبخ الشامي بشكل عام، فعنا المقبلات الباردة والسخنة وأنواع متعددة من الشوربات والمشاوي والطبخ. فما شاء الله يعني الحين جوعت على فكرة. من هلا بديت جوعت خلاص. كمان عندنا مثلا بالخليج المطبخ اليمني كثير مشهور، المطبخ البحريني الكويتي، فالدولمة الإماراتي الثريد والهريس والمضروبة، أنا من عشاق هاي الأكلات. والبرياني والمنسف والكبسة، يعني شو بدك قد لدعت ما شاء الله. بس جوعنا. أنا بحس إنه بيميزنا أكتر التوابل بتاعتنا، يعني إحنا بنضيف كل حاجة في الأكل. ممكن تعمل طبخة بسيطة جدا، بس احنا مثلا عندنا ممكن اعمل طبق فول تاني بحط عليه كمون وملح وبهارات وسبع بهارات وثوم وبصل، كل حاجه جنبي بحطها فيه. اما الاكل الغربي بنحس انه العكس. مظبوط، هذا اللي بيميزنا المطبخ العربي. هذا نتيجه الانفتاح مثلا دوله الامارات، نتيجه الانفتاح تلاقي مختلف انواع البهارات. صحيح. مختلف انواع الطبخ، فهذا كله انعكس على موروثنا الثقافي التراث الغذائي تبعنا. حلو. التوابل يعني اللي حكت عليها منا، فعلا نحن بنحس بقيمه اكلنا من التوابل. لما كل ست بيت تروح يعني تتحدى جارتها، احذري المكونات، تقولها انت حطيتي شو ما بعرف شو، انت حطيتي كذا، فهمت علي؟ يعني عاملين تحدي كمان في الطبخ. فهذا الشيء من ميزاتنا ومن خصائصنا، يعني عندنا اوبشن مش موجود. هذا دير بالك، هذا المكونات حذر فزر شو موجود في الطبخه هي. اوكي اوكي قولي نوار. بدي اقول لكم، ما بتحسوا انه اللي عم يعمل دايت ما بياكل اكل عربي؟ بيبعد صح. قدر الامكان صح. عن الطبخ العربي، صح دعاء؟ مزبوط. يعني ما فالبهارات هي دور اساسي بالاغراء الاكل، يعني الشيء اللي بيفتح النفس اللي هو الريحه والتست. فممكن نتيجه هيك انه بتبعدوا عن البهارات عن الاكل العربي. طب بس شايف امتى بتقرر تقول انه البوفيه ده لازم كله باكل عربي؟ ما ينفعش ان انا حتى الحلو يبقى حلو عربي، عاملين مهلبيه، عاملين رز بلبن، ام علي، الكلام ده. انت بتقرر او انت بتختار يعني معايير اختيار البوفيه هيتقسم ازاي؟ حضرتك بتعملها ازاي؟ البوفيه لازم يكون هي تبلش مع الشوربات، بيكون عندنا مقبلات سخنه ومقبلات بارده، ولازم يكون عندنا اقل شيء ثلاث انواع بروتين اللي هي السمك والدواجن واللحم الاحمر. وبالإضافة لازم يكون في باستا، ونحن كمطبخ عربي لازم يكون في محاشي ورز ومكرونة. في كمان نقطة يمكن أنا بحسها بتميز، خلينا نقول يمكن بالأكثر بلاد الشام، استخدامهم اللبن بالطبخ، وهذا شيء مش موجود بباقي الدول أو الحضارات، يعني لا موجود بالمطبخ الغربي ولا بالخليجي. قد هذا الشيء بيميز بلاد الشام. مزبوط، هي شغلة مختصة فيها مطبخ العربي. يعني من قديم زمان كان يحفظوا اللبن، يعملوا كرات لبن يحفظوهم باللبن، أو يجففون على الشمس اللي هو نوع من الكشك يحطوه على الأرض يجففون. نعم. فمثلا طبخات اللبن في عندنا انواع كثيره، مثل الشوشبراك، شوشبراك كبب لبن، اللبن ابلمه، شيخ المحشي. طبعا حد المجدي صار عم يعملوا عن جد كباب باللبن والشوشبراك باشا وعساكره. باشا وعساكره بس شيخ المحشي يا منى. بس امجد انتوا ليه اشطر مننا في الطبخ؟ الشباب والرجالة. قلنا نشوف السر ده بليز. لا 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 والله هو مو شرط، بس كون انه الشيفية مختصين فلهيك انه اعطوا يعني الكريدت للشباب. كونوا اقصر حرام عليك يعني منا الامهات ما يعني ستات البيوت امهاتنا ما قصروا. انا بالنسبه لي ما اكلت بالمطاعم، يعني بترجع الواحد بقول اكل الماما
أكيد أكل الماما فعلا ما في بعد أكل الماما لا بس بينفسونا في كل حاجة دو... في الطبخ يا شيف بتنفسونا في الشعر والسشوار والصبغات كل حاجة أنتوا أشطر طيب أنا بدي أسأل الشيف سؤال اللي عنده هواية الطبخ مثلي أنا أنا جد يعني أحيانا بطبخ ما بكون يعني ما بيكون عندي أمجد بيعمل بس عندي هواية أمجد بيعمل فول يا شيف وبيض بالبطاطا يا شيف ما بس انا هذا الاشياء العاديه انت عارفه انت ما شفتوا ولا سواهي دواهي فهمت علي يعني في البيت احيانا بفوت المطبخ وببدا يعني ابتكر الطبخه صراحه اوكي ما بحب اخلي التقليد اعمى بحب ابتكر طبخه اللي عنده هوايه هي والشغف هذا كيف ممكن ينميها او كيف يعني ما بدنا نقول اوفر بالموضوع انه يروح اكاديميه ويتعلم ويتخصص فهمت علي؟ كيف ممكن يسقلها أصلاً؟ ممكن كيف يسقلها أو أنه يبدأ مراحل منيحة هو بالتدريب أول مرة بتطلع معك محروقة الطبخة فتاني مرة أكيد حتزبط طيب شيف خبرنا شوية عن أهمية يمكن نقل ثقافة المطبخ العربي للغرب حتى هلأ إذا بتلاقوا الأجانب لما يجوا على الإمارات أول أماكن بيحاولوا يأكلوا من عندها هي المطبخ العربي بغض النظر من أي بلد فخبرنا شوية قديش مهم هذا الموضوع نقل ثقافاتنا من خلال الأكل صراحة المطبخ العربي يعني انتشر بكل أنحاء العالم يعني حتى في جامعة بنسلفانيا عملت دراسة وتقييم فطلع المطبخ المغربي والثاني مطبخ اللبناني طلعوا المركز السابع على مستوى العالم ما شاء الله إيه هذا بيعكس التنوع الثقافي للبيئة العربية طبعاً إذا بده يأخذوا كمطبخ عربي واحد من الخليج للمغرب أكيد نحن حنطلع الأول طبعاً أكيد لأنه إحنا يعني فأنا عم يأخذوا كبلدان يعني كمطبخ لبناني أو كمطبخ مغربي وفعلاً المطبخ المغربي قد فيه تنوع الطاجن المغربي وفي كثير أشياء طيب في موضوع كنت حابة أحكي فيه بما أنه إحنا من جنسيات مختلفة المحشي أو خلينا نقول ورق عنب بتختلف وصفاته وبتختلف مسمياته باختلاف البلدان يعني هم عندهم أنتوا بتسموه ورق عنب بعيد ورق عنب في يلنجي وفي دولمة بتاعت العراقيين وإحنا بنقول ورق عنب ودوالي يلنجي بسوريا بيقولوا يبرق ويبرق فقديه حلو إنه خلينا نقول كل بلد عم تعمل نفس الطبخة بطريقتها الخاصة وبتضيف لها لمساتها وبهاراتها نعم كنت بدي أركز على هي النقطة مثلا نحن اليلنجي بنحط لها صوص دبس رمان بلبنان بالورق العنب بيقولوا له عريش بيحطوا له ليمون عصير الليمون وزيت الزيتون صح نعم وفي مصر بيحطوا صوص البندورة بظن لا احنا في مصر بنحط مرقه الفراخ مرقه الفراخ وكمان في ناس بيطبخوها بالصوص البندورة مزبوط نعم هذا اليلنجي بتكون بارد ورق العنب سخن وحتى يمكن الحشوه بتختلف صح تختلف بس طبعاً. عندي خناقه دايما يا شيف انا مع مامتي نعم انت بقى الحكم النهارده انا وماما على طول بنتخانق في حته انه هي تقول لي لا الوصفه دي لازم تتعمل كده بالظبط وانا اقول لها لا يا ماما انا ممكن اضيف من عندي شويه حاجات انت بتقرر انه لا انا ممكن استبدل ده او ده ممكن يلبق مع الاكله دي او لا والله في شغلات كثيره يعني خامات جديده طلعت كثير على السوق فمو غلط انه واحد يضيف ويعدل على الطبخه الاصليه يعني دعاء ممكن تعمل لنا مقلوبه سمك مثلا شو مقلوبه سمك لا المقلوبه يعني هي لحمه او دجاج لها رونق خاص ده اللي انا بتكلم فيه مثل الناس بيحطوا تحت الورق العنب بيحطوا دجاج فبصراحه انا بحبذ اللحمه فاللحمه نعم مزبوط كي كانت عم تطلبها مني لحمه بدي احكي مقوله عن المقلوبه بقول لك كل الانقلابات سيئه الا انقلاب طنجره المقلوبه فيها لم شمل فعلا ده حقيقي طب انا فكره كثير جعت انت لازم تلاقوا لي حل مع هذا الوضع لانه انا بالحالات العاديه جوعانه شيف كمان كنت بدي خبرك عن قصه انه السفره العربيه بتتميز بتعدد الاطباق يعني عندكم طبق رئيسي طبق جانبي الشوربه السلطات كل هاي القصص كيف فينا نعمل سفره متنوعه وصحيه بنفس الوقت هو اهم شيء اذا كسفرة لازم يكون في شوربة وسلطة هي هي منا مفتح للشهية وبنفس الوقت إنه بيعطي قيمة غذائية وإذا أخذنا الشوربة بيعود من إحنا بنقلل من كمية الأكل اللي حناكله بعدين صح. فهذا حتى إنه صحياً إنه أخذ شوربة وسلطة بالأول بس حضرتك حكيت دلوقتي على حاجة بالنسبة لي السهل الممتنع أو دائماً الجندي المجهول على السفرة السلطة نعم سلطة الجرجير سلطة الطحينة سلطة التبولة التبولة كل حاجة قد ايه مهم ومش سهلة يا شيف انه انا اظبطها وطلع بهارها صح طلع ليمونها صح ليها مقادير بنعمل ايه السلطات بالضبط فاهم شيء انه عصير الليمون
والخل البلسمي استخدميه للفتوش او الخل الاحمر خل التفاح، فهي اهم شيء بالنسبه للفتوش. والشغله الثانيه الاساسيه اللي فيها انه تنوع الخضار، مثلا بنحط الخس، الخيار، البندوره، البصل الاخضر، الروكا، الزعتر، الزعتر الاخضر. انا ما اعرفش الروكا. الجرجير. اوكي. انا ببشر كمان الجزر تحفه. فكل ما كان الخبز بدل ما نقليه بالزيت نحمصه بالفرن. نعم مزبوط. في كمان شغله يمكن انا بنتقد فيها المطبخ العربي اللي هم استخدامهم السمنه البلديه، يعني موجود بكل الثقافات في مصر، في بلاد الشام، حتى مثلا الاطباق الخليجيه الاماراتيه، الهريس بحطوا على وجه الهريس مثلا سمنه بلديه. طيب. وهي السمنه من اكثر الاشياء المضره على صحه الانسان، كيف فينا نستبدل السمنه بشيء لطيف او مثلا ما نبالغ فيها؟ هو الفكرة ما في شيء بديل، بس إنه ما نبالغ فيها. يعني بعتقد، بس بدي أنوع شغلة، السمن بال يعني بالوطن العربي استخدموه للرز الأبيض، الرز الأبيض اللي ما في خلطة. يعني لما نأكل الرز الأبيض أحيانًا بصاب الإنسان بجفاف. فاخترعوا له شغلة مشان شو يكون سهل. نحن أهم شيء كيف نترس ونعبي على فكرة. يعني فجابوا السمن البلدي ورشوه على شو الرز الأبيض. وحتى هون بالإمارات بياكلوا السمن على الرز الأبيض وفوق سمك مشوي. أنا بطبخ كل حاجة بالسمن، رز صراحة بس يعني كفكرة للطبق كتكنيك، إنه أنا وقت ما بطبخ الرز آخر شيء بحط عليه معلقة السمنة أي رز. نعم. وبغطيه بدخله يعني 5 دقائق بالفرن. جربوا هالطريقة وشوفوا. لا أكيد هنجربها. أكيد. يعني أي نوع طبخ رز طبختوه، فآخر شيء وقت ما تحطوه أو حطوه بصينية وحطوه على وشه السمنة ودخلوه على الفرن. أيوة شوف دينا شوية كده. أنا عندي سؤال. أسرار. كيف نعمل المخلل؟ هلأ في مثلا مخلل الخيار كتير لطيف، بس مش كل أنواع الخيار بتزبط بالمخلل، لأنه بفرط. أيوة بيفرط بصير كتير طري. هي التكنيك حلكم على التكنيك. فالسكر مشان يعطي القرشة بنحط له سكر. سكر. نعم. والمي لازم نغليها، نعقم المي. حلو. فنغليها بعدين تبرد نحط لها الخل والملح. هو لازم احط خل مع الخيار؟ نعم. يعني مي مغليه ملح سكر. نعم بس المي، نعم المي نغليه بس منبردها. منبردها. نعم. بس وبعدين بنحط كميه الملح اللي بدنا للمخلل. نعم. وكميه السكر كيف؟ السكر هي مثلا اذا بدنا نحط 2 لتر مي، يعني 5 معالق بنحط. 5 معالق. نعم. سكر. نعم. ما بيطلع مالح بحس. لا ما هو حيكون في سكر وفي ملح. يا سلام. لا رح اجرب. بس انا امبارح بس التكنيك انه المي لازم تكون مغليه، اذا المي ما مغليه ممكن الخيار يكون مي. احنا كنا نفكر انه سوري اخر مره عجبتنا القصه. نوع النوع الخيار هو اللي بياثر اذا رح يطلع يقرط او مثلا حيطلع طري. لا نوع الخيار ما له دور. والتكنيك الثاني انه تحكمه الاغلاق باحكام. يعني اوكي من هبعث لك انا امبارح عملت يا شيف، جبت برطمانين ازاز وجبت كيلو خيار وقطعتهم. انا عارفه ان الخيار عشان بيبوش بسرعه ما رضيتش اقطعه قطع صغيره. حطيت في برطمان خياره كامله والبرطمان الثاني بس نصين، وشطه بقى شطه كتير وملح وميه، وقفلت ولا حطيت سكر ولا حطيت كلام. لا هو الخل وسكر. لازم خل وسكر. نعم. اليوم فكريني دودو لازم نروح نجيب سكر. مش عايزين شغله، مش عايزين شغله. ما حدش كلمنا بالاربيس، شكلهم قاعدين بياكلوا في الجلري. بياكلوا. لا يا جماعه بتكتبوا الشيف بيكتب ورا كاشف. انا قبل شكيت انه ما فيش صوت، ما فيش حدا بيتكلم. اي انا كمان شكيت بالهدوء، كنت كانوا نسيونا وطلعوا ياكلوا فعلا. لا نتكلم بقى شويه على الكبب. كلمنا على الكبب. يا سلام. ماشي قلنا شويه اسرار كبه الدبابه. الكبة كبة بلبن دبابة أظن. شو في كبة كتير كبيرة بنعملها كبة دبابة صح. أوكي. فأصل الكبة بيقولوا هي القصة قديمة، فما بعرف إذا في مجال أحكي لكم إياها. بيقولوا أيام سيدنا إبراهيم، فكان مدينة الأورفة هي هلا بتركيا. فهي المدينة إنه حدا جاله ضيف فجيب معه غزالة، إنه قام الرجال قال له لمرته قومي اطبخي لنا شيء. نص الليل شو بدها تعمل؟ قام حطت الهبرة ودقته بالجرن وحطت معه برغل، فمن وقتها اخترعوا الكبة. الله. قصة اختراع الكبة. نعم. الصراحة شيف نحن كل أكلنا كتير طيب، وأنا عن جد كتير جعت، وبتمنى بيوم أني أوصل لمرحلة أعرف أطبخ وأطبخ لكم أكل يدوقوا مثله بحياتكم. شكرا كتير لك شيف، نورتنا وشرفتنا. نطلع بريك سريع ونرجع. نروح ناكل ونرجع. يلا.